بودكاستي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. محاربة ظاهرة زواج القاصرات وسعي كتير من المنظمات المحلية والدولية للحد منها هو مو مجرد كلام واستعراض. هاي الحملات واعية ومدركة لمخاطر الزواج المبكر على الفتيات وعلى المجتمع، ومشان هيك بتشوف إن محاربة زواج القاصرات هو واحد من أهم الأمور يلي لازم يشتغلوا عليها. الآثار السلبية للزواج المبكر ما بتشمل بس الناحية الجسدية، وكمان بتشمل الناحية النفسية. من الناحية الجسدية، جسم البنت فيزيولوجياً بيحتاج 5 إلى 6 سنين بعد البلوغ ليكتمل نضوجه الجنسي، وتكوين جسم البنت قبل مرور 5 سنوات على البلوغ ما بيساعدها على تلبية متطلبات الزواج، وممكن يسبب الزواج ضرر كبير بالأعضاء التناسلية. وإذا صار حمل عند القاصر بترافق بالغالب بفقر الدم، وبتكون معرضة بشكل كبير للإجهاض أو الولادة المبكرة أو حتى الوفاة بسبب ضعف جسمها وعدم تهيئ الرحم لاحتواء الجنين بسبب صغر عمره. ومشان هيك بترتفع معدلات الإجهاض والوفاة أثناء الولادة عند الأمهات يلي تحت سن 18. وما بتقل الأضرار النفسية للزواج المبكر عن الأضرار الجسدية، لأنه البنت بتنحرم من الدعم العاطفي يلي بتستمده من أبوه وأمه بفترة هي بتكون بأمس الحاجة فيها لهذا الدعم بسبب التغيرات الجسدية والهرمونية والنفسية يلي عم بتمر فيها. ومن جهة تانية بتنحرم إنها تعيش مرحلة الطفولة وتستمتع فيها بشكل كامل، وهذا الشيء بيسبب عندها ارتداد عاطفي وصدمة نفسية لما بتلاقي حالا حرمت من حياة الطفولة لتدخل حياة جديدة مليانة مسؤوليات هي نفسها ما بتدركها ولا بتدرك حجمها. هي الصدمة النفسية بتظهر على شكل اكتئاب وقلق وخوف. وبعد الولادة الأم القاصر معرضة للإصابة ببعض الأمراض النفسية بسبب عدم نضجها وقدرتها على اتخاذ القرارات بالنسبة للعناية بالطفل وواجبات الزوج والعلاقة مع أهله. وبتمتد الآثار النفسية للزواج المبكر لأطفال الأم القاصر بسبب شعورهم بالحرمان العاطفي، لأنه الأم ما بتقدر تمده بالعاطفة بسبب عدم نضوجها الكافي، وهذا الشيء ممكن يسبب اضطرابات نفسية للطفل وقت يكبر مثل الفصام والاكتئاب. وكمان طفل الأم القاصر معرض لتأخر النمو الذهني بسبب عدم وجود رعاية تربوية وصحية ونفسية صحيحة. لكل هاي الأسباب وأسباب وآثار غيرها ما بيسعفنا الوقت نحكي عنها كلها، لازم نكون واعيين للي عم نعمله لما نزوج أولادنا وبالأخص بناتنا ونمنحهم حياة طبيعية وسليمة ومتوازنة. دعم نفسي بشد حيلك.